منقذين لأنفسنا، هذه الفكرة، من غير هموم بس يقظة لأنفسنا. دكتور عصام خليفة برحب بحضرتك مرة تانية، منورنا. دكتور أحمد عيسى بشكر حضرتك جدا يا دكتور على الأمنيات الجميلة بحلقة حلوة يا رب بوجود حضرتك إن شاء الله. أستاذ محمد صادق صباح الفل على حضرتك، أستاذ عبد الحي علي صباح الفل، نيجي بقى الأستاذ عماد حكيم صباح الفل، بيقول هل العمل الحر دلوقتي بشرط دراسة المشروع هو الحل وهو الأفضل؟ هو الأفضل لمن يستطيع أن يجي عمل حر أو لو في فرصة، لكن ممكن تبقى موظف في شركة كبرى. يعني أنا ما كل يعني خلينا نبحث عن الأنسب أفضل، لكن طبعا الناس اللي عندها إبداع وتحب تتمتع بالسخن من الحرية وعندها قدرة على المخاطرة، العمل الحر ممكن يبقى مناسب لشخصياتهم أكثر. حلوة جملة خليك في الأنسب ليك مش في الأفضل في العموم، يعني لأن كل واحد فينا في الآخر هو حالة شخصية مرتبطة بمهاراته. ممكن واحد يبقى ناجح كموظف في شركة متعددة جدا ويبقى منصب كبير جدا ولما يجي يدير عمل حر يفشل، وممكن أنت كصاحب عمل حر يبقى عندك موظف ما تعرفش تخلي محله. وده حقيقي، يعني هو يعرف يعمل اللي انت ما تعرفش تعمله، والعكس صحيح. فيعني كل الميسر لما خلق له. فنفكر في الانسب لينا مش في الانسب العام على المستوى العام. هو الاجمل دائما. صحيح صحيح. كمان رسالة جميلة أستاذ أحمد محمد صباح الفل على حضرتك، إحنا كمان بنصبح على كل الفنيين والأسطوات الميكانيكية صناعية مصر، بيقول بجد إيديهم تتلف في حرير، إحنا كمان بنصبح عليهم جدا. والله هو كمان أستاذ أحمد كان بيحكي على تجربته، هو ما كملش تعليمه لكن بيستخدم الإنترنت في مزيد من المهارات، لأنه بيحتاج قطع غيار بقى يجيبها من بره، بقى يعرف يتواصل بالإيميل ويتواصل بالسوشيال ميديا عشان ينمي شغله يعني. وهو حتى في الرسالة دي بيقول دخلت في مهنتنا في كميكانيكي سيارات، وبعرف أستخدم التطور التكنولوجي، لكن ببقى محتاج توعية، محتاج أعرف إزاي أعمل حساب آمن على منصات التواصل الاجتماعي، إزاي أستخدم الحسابات دي بشكل آمن بشكل مظبوط، ومحتاج مزيد من الوعي. عشان كده سوء الاستخدام هو اللي بيشكل خطورة علينا، أو الاستخدام العشوائي اللي أنا مش فاهم أو مش قاصد لأن ما عنديش خبرة، فعايزين توعية أكتر. يبدأ منين يا دكتور؟ بالتدريب. يعني الخطوة اللي هو عاملها صح، هو رمى نفسه في البحر. بالضبط. هي الجملة دي مش انت ممكن وهيبقى في ربط، هيبقى في مشاكل. هو ده مفهوم التدرب في اي حاجة. ودي على فكرة من عيوب الديجيتال برضه، ان هو ممكن يخترق تحت عنصر الامان، بيبقى في مشكلة. بس في المقابل المميزات اكتر. صحيح، هو قانون التدرج في الحياة ده ضرورة، ابدأ ثم هتلاقي نفسك بتخطو خطوات للأمام. وأقوى معلم هو الاحتياج. صحيح، تحتاج نسيت فتتعلم، ده صح. أقوى معلم، أقوى صحيح. من أي برنامج تدريبي. الخبرة والممارسة هي أقوى برنامج تدريبي. صحيح. أستاذ أحمد زكي، أنا مش عارفة دي رسمتك أنت، يعني الصورة اللي أنت بعتها لنا دي رسمتك أنت، رسمة جميلة جدا معبرة جدا، وفيها شخصيات كتير، يعني ده دي تبقى هواية، هي دي بقى الهوايات النافعة إن شاء الله. أستاذ وليد بشكرك جدا على الورود وعلى العزومات بقى على الفطار، إيه ده؟ إيه الجمال والفطار الحلو ده؟ أظن يا دكتور بقى الفطار ده عمره ما هيبقى تكنولوجي، لازم نروح ناكل. يعني هو التكنولوجي ممكن تحرك اللعاب بالظبط. التكنولوجي تسويق. موضوع الفطار ده جات يا نادية، ما نقدرش لا يمكن، احنا عايزين نستطعم بقى. صحيح. أستاذ وليد بيقول أنا في المقابلات الشخصية بكل تواضع بقول إن أنا محتاجة أقبض 10,000 جنيه في الشهر واشتغل في الإدارة، وإن كنت مدير يعني، واخد أجازة يومين وحد ليه شوق في حاجة تانية. هل الصح الواحد يقول من الآخر هو عايز ياخد كام؟ هو أنت من حقك كل حاجة تقولها في المقابلة الشخصية، بس أهم من إنك عايز تاخد كام أنت هتقدم فيه. لو اللي هتقدمه يوازي خلاص، يعني دايما قبل ما تفكر انت هتاخد كام لازم تفكر انت هتقدم. لو معاك بقى ما تقدمه غيرك مش هيقدر يقدمه، هتقدر تحط كل شروطك. ده حقيقي، لان النهارده بقى في مشكله والله في العالم كله مش بس في مصر، في
الحصول على عماله ماهره. يعني في عماله متاحه بس مش كلها ماهره، مش كلها بتمتلك ما تقدمه للمؤسسه. فانت لو شاطر ببساطه شديده جدا هتقدر تحط الشروط. صح، يبقى حدد بشرط انت تبقى عارف هتدي ايه، مش عايز تاخد كام بس. انت تقدر تقول الكلام ده لو انت عندك كفاءه خاصه وانا محتاجك جدا. لكن لو كفاءتك ضعيفه هتقدر تقوله برضه بس مش هتحصل عليه. بالظبط، المهم تحصل عليها في الاخر. صحيح. استاذ وليد بشكرك جدا، وعايزنا نرجع بعيدا عن السياسه ونعمل برنامج ترفيهي غنائي وناخد اجازه لدماغنا، والله فعلا محتاجين فعلا يعني. نورهان النمر، ممكن اسمع اليسا واهديها لخطيبي مهند؟ يعني ربنا يجمعكم على خير يا رب، ان شاء الله نحاول يكون عندنا وقت ان شاء الله. استاذ وليد بقى بيسال سؤال تاني، الميتافيرس. الميتافيرس هتدخل الناس في العالم الافتراضي ده وهيندمجوا ويعيشوا اللحظة بكل مشاعرهم. هل هتأثر حياتنا الافتراضية الجديدة بالواقع الجديد اللي هندخله، خاصة بيتكلم عن الأطفال والمراهقين؟ هل ممكن نوصل للانتحار والقتل أكتر، ولا في طرق لتأمين نفسنا وإحنا داخلين الميتافيرس وعدم التحكم في مشاعرنا؟ هو طبعا مشاكل الحياه الافتراضيه انها اثرت على المشهد النفسي والاجتماعي. مؤكد ليها تاثير على المشهد الامني. وهنقول بقى شويه نصايح كده في نفس، يعني احنا ساعات احنا ما بنقدرش ننفذها. ان لازم يبقى حياتك، لازم تتعايش مع الواقع، لازم يبقى في وقت للحياه الافتراضيه، وقت محدد. بالذات عند الاطفال والناس ما يبقاش في ادمان للحياه الافتراضيه. يعني المشكله اكثر من اي شيء مفيد بيضر، حتى لو الاكل افراط في الاكل بيضر. يعني لما بنكتر من اي حاجه مؤكد انا اتعرض لضرر، فلازم الحياه الافتراضيه يبقى فيها مساحه محسوبه. لكن ما نعيش على طول في الحياه الافتراضيه، ما ندخلش في العالم الافتراضي. وللاسف دي مشكله الاطفال والناس بشكل فظيع. ويمكن في كاريكاتير مشهور كده يعني جاي بيقول لك زمان كانت الست بتزعق لابنها انه يجي من بره البيت يدخل البيت عشان يشتغل، دلوقتي بتزعق له بتقول له قوم من على الكمبيوتر واطلع من الحديقه علشان تلعب عشان تتحرك. سبحان الله. لازم يبقى طبعا في سيطره، ما يتحولش العالم الافتراضي الى ادمان، لان ادمان العالم الافتراضي اعتقد ان دي مشاكل كبيره جدا. صحيح صحيح والله. يعني هي دنيا كبيره جديدة احنا خلاص بدأناها، بس جديدة دي مش هتخلص. يعني كلمة جديدة، لأنه المستحدثات يا دكتور بقت كل دقيقة. فواضح ان احنا لازم نتعلم التعامل مع المستحدثات عموما بغض النظر هي ايه، بس نتعلم ان احنا نبقى مرنين وأقوياء. لازم يبقى في خطة لترشيد استخدامه، لان هو تحول لعالم حقيقي. يعني طب ما الفلوس اللي احنا بنمسكها دي افتراض، ال 100 جنيه دي ورقه مطبوع عليها. صحيح، هي صح قيمه افتراضيه. بالظبط، المعرض الاساسي اللي انا هروح ازوره وتكلف 100 مليون جنيه عشان المبنى ده يتبني، المعرض ده انا هصور شويه صور وانزلها على النت، خلاص بقى معرض. كل الافتراض النهارده، الفرق بين الافتراض والحقيقه ما عادش كبير زي الاول. صحيح، فتأثيره قوي. فاحنا لازم يبقى عندنا خطة ان احنا نحتفظ بجزء ولو بجزء من الحقيقة او من حياتنا الحقيقية. صحيح صحيح. دكتور عصام خليفة، بشكر حضرتك جدا، أسعدتنا ونورتنا، ويا رب يعني كده إيه نفضل نحدث أنفسنا ونتعامل مع كل المستجدات. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا أنت ومستمعيكي وفريق عمل البرنامج. شكرا يا دكتور، مع السلامة.